بيغوصوا ازاي بقى؟ قوم قوم كده اقف واعمل لنا حته. عايز نطبل لك ولا تغني كده؟ طب يلا. عامل ايه؟ غني. بس بلاش زقه دي. عندك حاجه تانية؟ قول له حاجه من بتاعت ابوك. بيسالونا ايه قرارنا؟ ايه اللي غير طبعنا؟ بيقولوا لنا تقلي خيرنا، الرحمة راحت مننا. حد فيهم جو سألنا عن عذابنا وغلبنا، عايشين على صدمة، عمر الهم ما سابنا، لقمة عيشنا بوق السبعة، وانتو تقولوا نصيبنا. دنيا ودايسة علينا من غلب بتسقينا، ولا حد شمال كانكو في مرة، ولا طبطبتوا علينا، كله بيجري محدش لاحق، من عالايام بقى بلاحق. هم وحزن وحيرة وحزرة، مهما بتجري خلاص مش لاحق، كلنا دايرين. شكرا. عدوية صغيرة. طب ما هو حابب يعني، هو هيطلع، انت عايز هتطلع العيلة كلها.